ورحمه الله وبركاته. شو اخباركم؟ شو مسوين؟ معاكم اخوكم محمد او ذكرشر. اليوم جايكم في تحدي بينج بونج تنس طاوله مع احمد. ثلاث تحديات حنسوي. اول واحده مثل ما تعرفون مباراه واحده، حنلعب مباراه واحده. وثاني تحدي يحط بس وحده على البينج بونج واضل ارفع المضرب ونشوف كم مره يرفع الكره. والثالث تحدي بالاثنين، لازم ضربه 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 ضربه، لو ضربتين خسر، لازم ضربه ضربه. فخليكم يلا خلينا المباراة. بسم الله. لا خمسة تكون. واحد واحد. كم؟ 110. يلا نشوف انا. طبعا جبت 17 وهو 110، فهو فاز التحدي الثاني. يلا الحين التحدي الثالث هو الفاصل. مثل ما شفتوا احمد فازين، انا الفيرست راوند اول وحده كانت مين فايز انت، الثانيه والثالثه احمد للاسف. فقررنا ان ما نسوي عقاب لانه هي تحدي خفيف بس عشان انتم تنبسطوا في الفيديو لما تشوفوا. وفي النهايه نتمنى ان الفيديو نال اعجابكم. لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب.